السلام عليكم، أنا ريان من اليمن. كان عندي عظمة مفتوحة بالبداية، وبعدين جيت عند الدكتورة نورة رضوان وسوت لي التقويم، والحمد لله ب6 شهور قفل اتقفل أسناني خلاص، والحين أنا ملاحظ المثبت. وفي البداية كنت خايف من ألم العمليات وألم الأسنان، بس الحمد لله دكتورة نورة عندها خفيفة، الحمد لله يعني خلاص خلصنا، ودحين ما هذا التثبيت. ده المثبت اللي احنا بنستخدمه، ده فك العلوي. تمام. دلوقتي هو ريان كان بيعاني ان هو عنده عضة اسنان امامية مفتوحة، يعني كانت بالوضع ده كان مثلا، ده كانت نتيجة لأوضاع كتير احنا اتكلمنا عنها، منها السمسكينج، فهو طفل بيستخدم الصباع ده كوسائل لتعويض الفيدينج زي ما اتكلمنا. المشكلة دي بدأت عنده، بقى عنده عضة مفتوحة، يعني هو ما بيقدرش يدبك الأسنان الأمامية مع بعضها، مش جايب منطقة اللي هي بيعض منها الأسنان. جالنا عملنا له تقويم، التقويم إن شاء الله امتد معانا 6 شهور بس. دلوقتي الحمد لله أسنانه زي ما احنا شايفين، حصلها انتربلانتيشن، الاسنان قفلت تماما مع بعض. النتيجه الحمد لله كانت خلال 6 شهور. هو دلوقتي مركب الروتينر اللي هو المثبت بتاعه اللي بيكون بعد التقويم. بعد الفاصل، وطبعا شفتوا معانا فيديو عن الأسنان، وطبعا كلنا بنخاف من عيادة الأسنان بالذات. أي حد بيجيله وجع يفضل ياخد مسكن مسكن لغاية لما الموضوع يكبر، لكن لما تروح لعيادة أسنان وتلاقي ابتسامة جميلة ودكتورة أجمل، يبقى معانا النهاردة نرحب بضيفتي الدكتورة نورة رضوان كرم، أخصائي تقويم وزراعة الأسنان جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، ازيك؟ نورانا النهاردة ومشرفانا بجد بجد. أنا يعني بحييكي على ابتسامتك الجميلة واستقبالك للمرضى، إن أنت بتخففي عنهم الألم قبل ما يبدأوا يتكلموا. طيب النهاردة طبعا موضوعنا زي ما شوفنا في الفيديو إن هو عن التقويم، لأن هو مهم جدا. طيب كلمينا الأول عن التقويم. تقويم الأسنان عبارة عن أكتر من مرحلة، في مرحلة منها انترسبتيف اللي هي المرحلة البدائية، اللي هو بيكون الطفل لسه صغير مثلا عنده عادات خاطئة زي الثمب سكينج، دي عادة مشهورة جدا، دي أكتر حاجة كل الولاد كل بنشوفهم. أي أم وأي أب بتقول لك أنا طفلي بيحط صباعه في بقه، بنلاقي مشاكل كتير جدا بتظهر بسبب العادة دي. أول بتفرق حاجة عن الأصابع يعني مثلا بيحط ده اكتر او صباع بيحط ده مشهور عند الطفل هو الصم، بنلاقيه حاطه في بقه، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيضغط على الفك، يعمل لي بروز في الفك العلوي، الاقي الفك العلوي ده طالع لقدام، بيضغط لي على الفك ده يدخله جوه، يبقى انا عندي بروز في الفك العلوي. بتقول لك الام ايه، انا ابني بقى عنده ضب، هو صغير جدا عنده 5 سنين، مفيش حد عنده في العيله ست عنده سنين ضب. اه مفيش حد عنده ضب، ده انا ابني بيحرجني ان هو بيستخدم صباع ده. هنبدا نروح لايه، دكتور اطفال تتكلم معاه تقول له ده ايه الوسائل، طب اعمل ايه. دكتور الاطفال يبدا يستخدم لها جل طعمه مثلا مر شويه، بحيث ان هو يقلل ان الطفل يحط صباعه في بقه. حاجه كمان، في حاجه اسمها اديسيف باندج، حاجه بتتلف على الصباع بتكون كبيره، بحيث ان هو يمنعه انه يحطه في فمه. طيب الطفل استمر في العاده دي لها عواقب كتير جدا، اقل حاجه بروز الفك. حاجه كمان، العضه الاماميه المفتوحه زي ما شفنا في الفيديو اللي هو ريان، اساس اللي حصل عنده استخدام الصباع ده، بقى عنده عضه مفتوحه، الفكين مفتوحين عن بعض، لا يقدر ياكل كويس ولا يقدر يقطم اي حاجه. طيب الحل في الموضوع الانترسبتيف ده ان احنا بنوديه لدكتور تقويم. هنوديه امتى؟ لا بلاش نوديه عند 12 سنه، احنا متاخرنا عن 12 سنه. يعني كل اللي يقول يعني هو الطفل لما يحط صباعه في بقه دي كده مثلا لسن قد ايه؟ يعني مشكله انا ابدا من اقدر خمس ان انا سنين امنعه من خلاص امتى؟ انا ما قدرتش امنعه وهو صغير عن طريق دكتور الاطفال اللي حط له جل او حط له الاديز الباندش، حاجه كبيره كده بتتلف على الصباع بحيث ان هو ما يعرفش يدخله في بقه. ابدا انا اوديه لدكتور تقويم، بقى هو يقدر يتعامل معاه. بناخد له مقاسات، بنركب له حاجه اسمها بلاتا الكريب. السن بقى السن 5 سنين، ابتداء من 5 لـ6 سنين. المفروض ان انا سنين. ابدا اودي ابني من ان هو 5 لـ6 سنين، اكتر من كده اوريدي هو بنيته العضليه بتبقى اكتر، القوه بتاعه الضغط اكتر، فيبدا يحرك الفك اكتر. لا عند 5 لـ6 سنين بنبدا اوديه لدكتور التقويم.
ما نستناش ل 12 سنه، ما نستناش ل 14 سنه. هو بيبان، بيبقى باين الفك ان هو باظ. بيبان، بيبان ان الطفل عنده ضب، بدا يحصل له بروز من الضغط المستمر عليه. وفي بتختلف طبعا الديجري بتاعتها من طفل لطفل، في طفل بيستخدمه شويه صغيرين، في وهو نايم، في ليل نهار طبعا، فبتختلف الدرجه اللي فتحت عندي دي مشكله كبيره. عندهم عادات تانية خطأ، اللي هو بيطلع لسانه ما بين الأسنان، دي طبعا غلط، هتفتح لي عضة مفتوحة، يبدأ أصلا يبان عنده ليسبنج وهو بينطق كده، لاقي حروف ونلاقي بيطلع مية من بقه وهو بيتكلم، برضو بتركب لها حاجة، مجرد ما بركب الأجهزة دي السنان بتبدأ تقفل على بعضها. فأنا طفلي عنده مشكلة أبدأ أوديه لدكتور تقويم من 5 6 سنين، 5 سنين 6 سنين 7 سنين، كل ده لعند ما يحصل ان حصل له وصل لسن البلوغ اللي هو 12 ل 14 سنه، بيبدا ان العظم عنده يكون قوي. طيب انا ببدا اتحكم باجهزه لقبل سن البلوغ، بخلص اي مشاكل، لان الطفل قادر ان هو يعمل تشوه في الفكين. في ناس مثلا بتحط لسانها في جنب تفتح عضه برده من الجنب تعمل عضه، ده بعيد ده غير الصباع. ده غير الصباع، يعني ليهم عادات كتير خطا، وفي الصباع وفي اللسان، اللسان يطلع لسانه يطلعه لبره وبيحطه في احد الجنبين. في كمان ان هي بيفضلوا يضغطوا كده ينام كده، دي طبعا غلط، بتاثر على نمو الفك في منطقه غير منطقه، دي كلها عادات خطا بالنسبه للاطفال، دي نتجنبها. طيب. ده اساس يعني السن الصغير ده هو اللي بعد كده يجي يقول لك في السن الكبير لا انا مش عايز اعمل بريسز، انا مش عايز اركب التقويم. طيب المفروض ان احنا بننقذ الطفل وهو صغير. كمان عنده بروز في احد الفكين مثلا، احنا بنوصل بالتقويم لنورمال جروث باترن، يعني احنا بنوصل بالتقويم للطفل ان هو الفكين بيحصل لهم نمو بشكل طبيعي، يعني الفك العلوي مثلا لقيت فيه بروز في الفك السفلي، وسبب ده مثلا ان الفك السفلي بينمو بشكل كبير عن الفك العلوي، بنركب له حاجه اسمها فيس ماسك، بنركب له شين قب، جهاز بتركب على الوش زي ما هنشوف في الصور دلوقتي. ده سببه ايه حضرتك قلتي؟ عادي ممكن يكون وراثه، اي الفك اللي تحت يبقى ممكن اعلى الفك اكتر، نلاقي الضب اللي تحت كده، فبنركب الشين قب او الفيس ماسك، ده بيوقف نمو الفك، انا كده وقفته في سن صغير. طيب سبت الطفل الفك فضل يكبر ويكبر ويكبر، وصل لسن البلوغ، بعد كده تصليح الفك ده عن طريق عمليه، ندخل بقى في عمليات القرش. طب هل الطفل ده هيستنى يعني ويلبس هيلبسه عادي، ده بيتلبس في حدود 12 ساعه في اليوم، ممكن يلبسهم بالليل، ما تاذيهوش يعني خالص، ويخرج بيها يمشي بيها عادي، بيمشي بيها، بنعمله سايكولوجيكال مانجمنت في الاول والاخر عشان نتجنب العواقب. بنبدا يعني اساس التعامل مع الاطفال سايكولوجي، ان انت بتبدا تهيئ الطفل وتديله ثقه في نفسه، لان بعد كده العواقب مش حلوه، واحنا طبعا مشهورين جدا بالتنمر، فاحنا عايزين نوقف التنمر بالنسبه للاطفال ده. فبتبدا تعمل مانجمنت للاب والام الاول، ان انت تفهمهم وتقول لهم بيتلبس ازاي، بنستخدمه ازاي. بعد كده اوريدي يعني الاب والام ان كانوا سايكولوجيكال كويسين هينقلوا الحاله للطفل، يديله ثقه في نفسه تلبسه دلوقتي، ودي طبعا حاجه مشهوره يعني اطفال في المدارس. ان احنا في التقويم من 5 6 سنين نبدا 5 6 سنين كمان. تمام. طب معلش بس عشان النقطه دي الناس كتير برضو بيقعدوا يسالوا فيها، برضو اي دكتور يسالوا ان نعمل الصباع ده نمنعه ازاي؟ نستخدم له، احنا قلناه بس نقول تاني، نقول تاني، في سنه صغير بنبدا نحط مراهم، او دي بنلاقيها عادي في الصيدليه، او صبار، ممكن اي ام تروح تجيبها، مش لازم دكتور، تستخدمها. تمام. بيبقى طعمها مر، فنتجنب ان هو يحطه عشان يتجنب الطعم المر ده. تمام. نمره 2، بنربط صباعه بحاجه اسمها اديس باندج، زي البلاستر كده بتلف حوالين الصباع، بيشيلها يلاقيه بيه كلام كده بقى وصل للمرحله اللي حصلت الكومبليكيشن، بدات هو بيستخدم صباعه، دي تعويضي للطرق الفيدنج القديمه. وحاجه كمان، حاجه سيكولوجيه، احنا ممكن الطفل يكون اصلا يعني نفسيا تعبان، زعلان من حاجه، فدي بتدي له شعور بالامان. احنا برضو سايكولوجيكال كده الاب والام لهم دور كبير ان هو نفسيا الطفل يتهيأ للحاجات دي. دي فعلا مشكله، دي يعني دي ممكن هو ممكن يكون نفسيه كبيره جدا. يعني كسايكولوجي كده الطفل عنده مشكله نفسيه، والشعور ده بيديله شعور بالامان. ثانيا، احنا واحنا بنحط له الجل المر، احنا ما بنعرفوش، مش بنقول له احنا بنعاقبك، احنا بنقول له ده جاست ريمبر، احنا بنقول لك عشان ما تيجي تحط صباعك في بقك تفتكر بس ان هو ايه، دي عاده غلط هتوديك لمرحله مش حلوه. تمام. طيب في مشكله برضو بتواجهنا في اسنان الولاد او الاطفال عامه، ان بيبقى اسنانهم معوجه، في ازدحام اسنان كتير كده في الفك. طب دي نعمل فيها ايه؟ طيب وهو سن صغير، في حاجه اسمها سيريال اكستراكشن. يعني ايه؟
في الليت ميكس ديكتيشن دي اللي ما بين ان هو عنده سنان لبنيه هي بتبان وهو بتبان. وهو صغير في صغير سنان جدا كتير ابتدى من 6 سنين تمام عنده السنان اللبنيه والسنان دايما بدات تطلع بنلاقي ازدحام كده سنه معوجه سنه طالعه في حاجه اسمها سيريال اكستراكشن في دكتور التقويم برده اللي بيتكلم في الموضوع ده لا في سنان بتتخلع يعني ايه سي دي 4 دي معروفه عند دكتور التقويم انا بخلع السنه دي بعدها دي بعدها دي ان انا بدي وسع للفك انا بتدخل من بدري بوسع معايا الفك وبدي مساحه ان الاسنان تطلع نورمال عندي يعني يعني في ازدحام يعني هو الأسنان. الازدحام ده بيبقى اسنان زياده مثلا عن الفك زيادة. ولا انها ممكن تبقى وراثيا هقول لك حاجه وراثيا مثلا وارث الفك الصغير من ماما والسنان الكبيره من بابا دي تعمل ازدحام خد مع ده تمام وارث الفك الكبير من ماما والسنان الصغير من بابا في فراغات تمام عندي ازدحام ببدا اروح لدكتور التقويم بيخلع له بطرق معينه ابص الاقي السنان بتطلع بترتيبها مظبوطه جدا طب ده احنا برضو نعرف موضوع السنان اللبنيه والسنان لما بتقع بيبين السنان اللبنيه والسنان هل احنا بنتدخل معين. بعد السنان اللبنيه دي بتقع وبعدين لا احنا بنتدخل اول ما يظهر عندنا الازدحام والسنان الدايمه في بدايتها للطلوع ولقيت عندي ازدحام اوديه لدكتور تقويم يعني الازدحام برضو بيبقى في السنان اللي هي اول ما دائما بيجي في السنان الدايمه طيب احنا عندنا صور ماشي ما في مجموعه صور عايزين حضرتك تعلق لنا عليها دي ايه دي حاله عرضنا دي كان في ازدحام ودي اللي هي الانياب اشهر حاجه موجوده عند الاولاد اللي هي دراكولا شيبد كراين الانياب اللي بتبقى طالعه بارزه لبره كده تمام ودي حاله بتاعه كروس بايت دي نتيجه ايه نتيجه ان هو وهو طفل كان محتاج قبل 12 سنه قبل سن البلوغ ان انا اوسع له الفك بالظبط ده اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو كان عنده نقص الصباع اللي بيطلع الضب لا ده مش الصباع اللي اتكلمنا فيها ان هو عنده فك النمو بتاعه كان بطيء كان محتاج ان انا اوسع اعمل له اكسبانشن شويه الفك تمام. كان محتاج ان انا اعمل له جايدد اكسبانشن تمام ان انا اوسع الفك شويه عشان يتناسب مع الفك اللي تحت تمام نجد دي دي حاله بتاعه الكناينز تمام دي حالات احنا عالجناها عندنا في العياده دي حاله تقويم الشفايف عشان يقول لك ايه انا مش عايز اعمل بريسز ميتاليك عشان بتبان فده تقويم كله شفاف ده الجهاز اللي هو الشينكاب والفيس ماسك اللي احنا بنتكلم عنه اللي تحت. الفك اللي تحت انا عايز اوقف نمو الفك اللي تحت ده الفك اللي تحت بارز شويه عن الفك اللي فوق ده اللي احنا بنركب له ده الجهاز اللي احنا بنركبه عشان نوسع بيه الفك العلوي مثلا اللي هو لما الفك اللي تحت بيبقى طالع لقدام ولا ايه ممكن الفك اللي تحت طبيعي جدا الفك اللي فوق هو اللي فيه ديفيشنسي في النمو بتاعه عنده نقص في النمو فانا بوسعه ده اللي ده البلاتال كريب بنستخدم البلاتال كريب في حالات الثم ساكنج والثنج ثرست استخدام الصباع وان هو بيطلع لسانه بين الاسنان دي عضة الأسنان الأمامية المفتوحة اللي احنا بنتكلم عنها دي المشاكل بتاعة الأسنان ان الفك اللي تحت مغطي على السنان اللي فوق برضو فبالتالي بنوقف نمو الفك اللي تحت ونبدأ نركب له جهاز يطلع له السنان الجهاز ده ما بيعوقش أي حاجة مثلا اللسان لا هو مش بيأثر على أي حاجة ووقت الأكل والشرب بيفضل محطوط بيتركب ويفضل محطوط على طول ويفضل محطوط وهو بنعلمه استخدامه وازاي يركبه ويتعامل معاه ازاي قد ايه بقى احنا معرفناش ان التقويم بيقعد قد ايه التقويم بيقعد معانا بصي دلوقتي في تقنيات حديثة جدا في التقويم بتخلي التقويم يخلص في وقت قليل ما بقاش بقى بال3 سنين وال4 سنين السبب يعني كله بيشتكي ان انا مركب تقويم لمدة طويلة السبب الاساسي ان انا مركب تقويم لمده طويله حاجه لا الحاله صعبه جدا فعلا واحنا ما دخلنا متاخر دي حاجه نمره 2 امبروبر سيلكشن تريتمنت بلان الدكتور حاطط له خطه علاج يعني مش متناسبه ان هي تنجز لي الحاله في وقت قليل دلوقتي في تقنيات حديثه ان انا بشتغل ان انا بنجز التقويم في وقت قليل منها المايكروبرفوريشنز مثلا السنان اللي هي الدراكولا شيبد كراينز اللي هي اللي كانت الانياب اللي طالعه فوق دي ليها تقنيه بتنزلها بسرعه جدا عشان ما يفضلش بالشكل ده كده زي المايكروبرفوريشن حواليها وده بحث اثبت نجاحه بشكل كبير جدا بصراحه العلم يعني لا العلم في حاله تطور كبير جدا طيب طب نرجع للصور تاني ممكن نرجع للصور تاني نكمل
ده ايه؟ ده البلاتا الكريب اللي بنستخدمه في حالات الثامب سكينج، اللي هو بيستخدم صباعه عشان نوقف بيه استخدام الصباع ده الفك ونقفل بيه. السفلي، ده الفك العلوي، احنا واخدين الصوره بالميرور بس فهي باينه كده. هي تمام. ده على الكوست بتاعه. تمام. يعني ده داخلي بدل داخلي اللي هو بيتحك كان من فوق. بره. هو نفسه. دي حالات تم علاجها، دي كلها الحالات اللي عالجناها يعني بيفور وافتر. يعني ده هي شكل الحالات التقويم ده اللي شكل احنا التقويم اللي بنعمله. احنا بنحطه، ده التقويم المعدني، واللي قبلها احنا شفنا فيه التقويم الشفاف. تمام. دي الحالة يعني اللي فاتت، دي الانياب المدفونة، دي مشكلة بيعاني منها ناس كتير جدا، دي الانياب المدفونة. وكانت الصورة اللي قبل دي حالتها بعد ما اللي قبلها بقى بتاعت الانياب دي، كانت الصورة بتاعت هي دي اللي فاتت، دي ما كانش فيه انياب، دلوقتي الانياب رجعت وترصد فيه يعني القرش. ممكن انا ما يبقاش عندي انياب، ولا هو ممكن احنا بنشيلها وبعدين الانياب نعدل دي بقى اللي احنا ونرجع؟ بنتكلم فيه، ان انا عندي فاهمينا بقى. سنان ما طلعتش، بنبدا ان احنا عشان ما فيش مكان مناسب ليها، او تمام. الزاويه بتاعتها اللي هي خارجه بيها في الفم بزاويه كده، هي المفروض الاسنان بتنزل بشكل ليها افقي. فورس اوف ايربشن معينه، تمام. بتنزلها مستقيمه تنزل في الفم، هي واخده زاويه معينه او المكان ضيق عليها، فما لقيتش مكان تنزل فيه، يعني السبيس او الفراغ الموجود مش تمام. متناسب لحجمها، او هي واخده زاويه معينه، فبنبدا نركب لها اجهزه بنخرج بيها بنخرجها فيها في الفم. يعني الحالة اللي هي قبل دي كان ما فيش انياب ده واتحط الحاله له دي ما فيش انياب. انياب، احنا خرجنا الانياب بالتقويم، خرجنا نرجع للصورة بتاعت دي بالأنياب. يعني دي حالة ما كان الانياب كانت مدفونة. الأنياب كانت مدفونة، واحنا عن طريق التقويم خرجنا الأنياب. تمام. طيب. المشكلة بقى، مشكلة المشاكل بالذات الستات برضو، هي ابتسامة هوليوود. كلنا دلوقتي عايزين ابتسامتنا تبقى بيضة وجميلة وحلوة. كلمينا الأول عن إزاي أوصل لابتسامة هوليوود. طيب ابتسامة هوليوود يعني ايه؟ عشان كل الناس عايزين نعرف. يعني عشان الناس بقى ما عندهاش أنا رضا واحدة منهم. بأسنانها خالص، يعني جو ان انا لاقيه كل الناس او كل النجوم او كل المشاهير سنانها بيضه ومرصوصه رصه معينه، يا جماعه مش كده. اول حاجه احنا بنتكلم فيها ان اسناني مرصوصه رصه كويسه في الفم، تمام، اللثه بتاعتي مش ملتهبه والليفل بتاعها كويس، حجم السنه ومتناسب مع طولها، يعني احنا عندنا كرايتيريا للجمال، عندنا معايير لجمال الاسنان، او يعني مش ان أي ده حد الصح ممكن بتاعها، يروح يركب مش اي حد يركب. ابتسامه ابتسامة هوليود هوليوود. او الفينيرز عموما اتوجدت ليه؟ لان لو عندي السنه من بره فيها ديفكت معين او فيها مشكله او كده، فاحنا عشان ما نبرودش السنه كلها عملوا الفينيرز عشان تغطي المشكله دي بس، مش للتقنيه الواسعه اللي احنا فيها. طيب احنا عندي كلنا سنه دلوقتي عايزين دلوقتي ما بقاش تسامتنا في رضا، جميلة وبيضة. كلها عايزين سنانها تبقى بيضه مرصوصه سيراميك زي ما احنا شايفين بالظبط. طيب دلوقتي انا لو سناني مثلا متعوجه، انا في حاجه اساسيه، يقول لك ايه، انا اعمل ابتسامه هوليود وفينيرز ولا اعمل تقويم؟ لو انا اتسالت السؤال ده، ده او مهم لو انا يعني انا كشخص عندي. وانس ان انا بحط نفسي ان انا بسال نفسي السؤال ده، اعرف ان انت لازم تعمل تقويم. ليه؟ اصلا لو جيتي تشوفي، يعني احنا عندنا حاجات انديكيشن وكونترا انديكيشن، امتى بعمل فينيرز وامتى ما بعملهاش. واحده من الكونترا انديكيشن، من موانع استخدام الفينيرز او التركيبات او كده، ان لو التقويم ليه بريورتي، لو التقويم عندي ليه الاولويه، انت كونترا انديكيتد ان انت تعمل ابتسامه هوليو او تعمل الفينيرز دي، كونترا انديكيتد انت ممنوع تعمل دي. اول حاجه سناني متعوجه، ارص سناني، اللثه بتاعتي فيها مشكله، اعالج اللثه، طول اللثه مش عاجبني عندي جام سمايل ابتسامه لثويه، اظبط الابتسامه اللثويه. انا كده في هوليوود سمايل، سناني مرصوصه، اللثه بتاعتي مظبوطه، عايز تبيض سنانك شويه، اوكي اعمل يعني بليتش. هو ده المسمى ده هوليوود سمايل، العلمي او المسمى الرئيسي لابتسامه هوليوود. ده الجمال الحقيقي بتاع السنان، مش شرط ان انا ابقى راس السنان سمايل، يعني فعلا يعني مرصوصين كل الناس برصه سنانها زي بعضها. لكن دي مين بقى اللي المفروض، معلش بس عشان نوصل للساده المشاهدين، انا امتى اعمل الابتسامه دي؟ الابتسامه دي يكون عندي اعملها مشكله ايه؟ عندي مشكله مثلا، انا اوريدي مركب تركيبات والتركيبات وحشه، فانا بغير فبعمل تركيبات جميله مثلا. عندي سنه مثلا صغيره ودكتور التقويم قال لي هي في الفراغ اللي احنا بنقفله، يعني مثلا ايه، في سبيسز معينه احنا لما بنقفلها بالتقويم بترجع يتعمل لها ريلابس، ترجع لوضعها الطبيعي. الحل فيها ايه في الحاله دي؟ نقول لك فينيرز. احنا اللي نقول لك انت حالتك تتحل بالتقويم ولا تتحل بالفينيرز.
بيروحوا لدكاتره الفينيرز والتركيبات وكده يقولوا له اعمل لي ابتسامه هوليد واعمل لي فينيرز. الدكاتره بترفض، يقول له لا انت حالتك مثلا لو في اعوجاج في الاسنان، لو في اعوجاج في الاسنان انا مصممه اعمل ابتسامه مصممه، لان هو ده ترند، مفيش وعي معين ان هو دي لها انديكيشن ولا مش انديكيشن. يعني في حاجه كمان اسمها عندنا ايه الاوكلوجن بتاعنا، عضه الاسنان. لو السنان معوجه بنلاقي العضه متركزه على اسنان معينه واسنان لا. طيب لو عملت فينيرز الفينيرز هتتكسر. معلش بس عشان تمام مشاهدين يعرفوا يعني ايه فينيرز. الفينيرز دي طبقه رقيقه من مواد زي الايماكس اللي هي اللون الابيض اللي احنا بنشوفه، بتتلزق على السن. طبقه بتتلزق على السن. بنبرد من السن من 5.5 ل 7.10 ملي وبتتلزق على السن، بتدينا المنظر الجمالي اللي احنا بنشوفه. لكن ما فيش ضرر تمام. منها ولا اي هي حاجة. لا طبعا لها عواقبها، يعني احنا لو قعدنا نتكلم على عواقب اي تجميل كل حاجه ليها ادفانتج وديس ادفانتج بتاعتها. العواقب بتاعتها كثيره برضو، يعني كل حاجه ليها عواقب. طبعا ممكن تعمل سنسيتيفيتي، دي الم شديد في الاسنان وكده. تمام. الفكره مش في كده، الفكره ان انا سناني الطبيعيه احق بكتير ان انا احافظ عليها. يعني انا سناني قيمه جدا، السنه بالعصب بتاعها. يعني انا هقول لك حاجه، سنان متعوجه تمام، عشان احنا الرصه بتاعت هوليود سمايل دي بنعمل ايه؟ بيبردوا السنه بشكل معين، ممكن يشيل من سطح اكتر من السطح التاني. تمام. طيب انا شلت من سطح معين، بصيت لقيت نفسي في العصب، هتتحشى عصب، يبقى انا حشيت السنه عصب وبردتها داير ما يدور. حد عنده 20 سنه عمل هولي عمل الفينيرز وعمل التركيبات والحاجات اللي هو عاملها دي، الافرج بتاع العمر بتاعنا خلينا 65 سنه، هي مش هتعيش معايا 45 سنه؟ مهما كانت هتعيش معايا مش هتعيش معايا 45 سنه، هيرجع يغيرها مشاكل. سنتي الطبيعيه احق ان انا احافظ بيها عليها بكتير جدا من اي حاجه ثانيه. فهي ده الفكر الاساسي. احنا من زمان يقولنا اغسل سنانك قبل ما تاكل، اغسل سنانك قبل ما تاكل، اغسل سنانك اساسي بعد الاكل وقبل الاكل وبعد الاكل. لكن دلوقتي مع التطور والسرعه وبالعكس هقول لك على حاجه، الفينيرز والكراونز والتركيبات الحاجات اللي بتركب دي كلها محتاجه عناية اكتر من الاسنان. السنه الطبيعيه ليها قوه وليها ريزيستنس عالي، ما تتقارنش باي حاجه تانية. يعني انت بالعكس ما تعمل فينيرز ليك انديكيشن معينه في طرق الغسيل بتاعتها واستخدامها، او ان انت مش لازم تاكل اي حاجه جامده قوي والكلام ده كله. عايش بالشوكه والسكينه بقى. انا عايش بالشوكه والسكينه قبل ده كله. طب نطلع فاصل نشوف فيديو ونرجع تاني. خلاص اوكي. المصطفين بيستخدم صباعه كوسيله تعويضيه لطرق الفيدنج السابقه بتاعته، في الوقت ده لازم نتوقف باسرع وقت. ليه؟ اولا استخدام الصباع ده في الفيدنج هيعمل بروز في الاسنان الاماميه، هيقدم عندي الفك العلوي، هيعمل تراجع في الفك السفلي، هيكون الطفل بتاعي عنده ضب في الوقت ده. لازم تدخل من قبل دكتور تقويم، دكتور تقويم مش دكتور اسنان عادي. الدكتور الاسنان ممكن يقول لك ما بلوش علاج دلوقتي، لا دكتور تقويم اول حاجه يعمل ايه؟ يعمل له اديس البندش. هنستخدم طرق كتير جدا ان احنا نوقف عنده العاده دي، ما نفعتش كل الطرق دي. بيعملوا حاجه اسمها بلاتال كريك، بتتركب وبتمنع استخدام الصباع. استخدام مده طويله هيعمل له بروز في الفك، هيعمل له فتحه اسنان عرض اسنان اماميه. العرض الاماميه دي مجرد لما نركب البلاتال كريك حاجه من الاثنين، لا اما هي بتقفل لوحدها هتقفل مع الوقت من غير ما نحتاج بعد كده تدخل بالتطبيق، او هنركبها وهتقفل شويه وبعد كده هنكمل بالتطبيق. طيب دلوقتي لو انا عندي طفل اوريدي عنده بروز في الفك الامامي ما استناش عليه، بروح لدكتور التقويم امتى؟ لسن 5 سنين. 5 سنين بروح لدكتور التقويم، 5 سنين بروح لدكتور التقويم، مش 12 سنه ولا 14 سنه. اي مشكله تظهر ان هي محتاجه تقويم اروح من عنده 5 سنين. اول حاجه دكتور التقويم عنده وسائل كتير جدا ان هي بتاثر على النمو. في الوقت ده اي تغير في العظام، عظام الطفل بتكون لينه، التغير في العظام هيحصل بسرعه جدا بدون تدخل جراحي. لو انا وصلت عند 12 او 14 سنه بمشكله في العظام، وقت ده لو هو وصل لسن البلوغ حصل له كومبليت ماتيوريشن، مش هينفع ان احنا نحلها باجهزه او باي حاجه، هيحصل تدخل جراحي. اما عند 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، لعند اب تو 12 سنه، عند قبل ما يوصل لسن البلوغ، ممكن تتحل بوسائل كتير، منها اجهزه بتوسع الفك. لو الفك عندي ضيق في اجهزه بتدخل الفك ده جوه، تطلع الفك ده لقدام حسب المشكله الاساسيه عندي. ما تتاخريش على طول. رجعنا بعد ما شفنا الفيديو طبعا عن برضو حركه الصباع بتاع الاطفال اللي بيحطوه بقهم، نرجع بقى ونتكلم مع حضرتك عن اللثه ومشاكل اللثه، ودي طبعا بتهم كل الناس. اسناني وجعاني، اللثه وارمه، اللثه بتنزل دم. طيب دلوقتي هل وجعك الاسنان ده بيأثر على اللثه؟
اكيد طبعا. طيب اللثه بتاعتنا اما يكون في اعوجاج في الاسنان، سنه داخله وسنه طالعه، اللثه ماشيه معاها، اللثه داخله واللثه طالعه، فمكان رف يعني ايه سهل ان الاكل يمسك فيه مع الاهمال وقله الغسيل، حتى لو بيغسل برضه بيتراكم عليه الاكل، يبدا يعمل بلاك، يبدا يعمل الجير. ايه طيب دلوقتي الحل ايه؟ اول حاجه لما يكون عندي التهاب في اللثه، ايه اللي بيحصل؟ السيكونس بتاعها بيحصل ان الاوعيه الدمويه والشعيرات الدمويه اللي بتغذي المكان بتكون الدم كتير جدا فيها، في التهاب انفلاميشن، فالدم كتير بيكون فيها. المسها بالفرشه الاقي دم كتير بيطلع معايا، اقول لك انا بغسل سناني، مشكله مشهوره جدا، بغسل سناني وسناني بيجيب دم من غير اي حاجه، لو حاجه سبونتينيس كده الاقي سناني بيجيب دم. طيب الحل في الموضوع ده، اول حاجه بنروح للدكتور، انت مهما غسلت بالوضع ده وفي جير، في تراكمات جيريه وترسبات من الجير في الاسنان، انت مش هتعرف تحلها لوحدك، بنروح لدكتور بينظف جير وبينظف الاسنان كويس، وبيكتب لنا على انواع معينه من المضمضه، يعني الماوس ووشز دي مش اي نوع، بيكتب انواع معينه بتحتوي على ماده اسمها كلوركسيدين، دي ماده علاجيه بتعالج التهاب اللثه. تمام، تبدا اللثه صحتها تتحسن، بنغسل سنان. طيب دي في الناس الطبيعيه كلها، عندي جير بروح لدكتور الاسنان، دكتور الاسنان بينظف لي الجير، بيديني مضمضه، بيقول لي على روتين عنايه معينه بمشي بيها. تمام، مفكر يعني كمان نتكلم التهاب الجير بالنسبه التهاب اللثه بالنسبه للحوامل ده مشهور جدا. تمام. طيب دلوقتي ده السيكونس، بروح دكتور الاسنان بينظف الجير، بستخدم المضمضه، بغسل سنان، دي الناس الطبيعيه كلنا نعمل كده. طيب الناس بقى اللي عندها اعوجاج في الاسنان، اعوجاج الاسنان بيسهل تراكم الجير، ايه الحل؟ انا بمشي على السيكونس كله، بنظف جير، بغسل سناني، كل ده، ولازم اركب تقويم ان سناني تكون مرصوصه واللثه بتاعتي هتكون مرصوصه معايا، يبقى يقلل معايا ان يحصل ترسبات من الجير على الاسنان في الوقت ده. ده بالنسبه لاعوجاج الاسنان. فاعوجاج الاسنان بيسرع من تراكم الجير، بيسرع من التهاب اللثه. طب انا لو ما عنديش اعوجاج وعندي التهاب في اللثه، عندي التهاب في اللثه قلنا ده اللي هو العادي، التهاب في اللثه ده اللي هو العادي اللي هو بسبب الترسبات. لا احنا عايزين نعرف اكتر، عشان في ناس كتير قوي بتبقى فعلا اللثه عندها بتنزل دم وما بتيجي تغسل سنانها. تمام، ده بيبقى سببه ايه؟ دي حاجه اسمها لوكال فاكتور، يعني احنا هنتكلم في اتنين كاتيجوري، لوكال فاكتور وحاجه سيستميك. لوكال فاكتور ده اللي هو الجير. تمام. طيب يعني ده سبب رئيسي من ان انا عندي جير؟ سبب اساسي في وجود نزيف من اللثه ان انا عندي جير، بنظف الجير وامشي على الروتين العنايه بتاع اسناني. ده رقم واحد. حاجه سيستميك مثلا عنده انيميا، عنده مشاكل في الدم، الكلام ده كله، وهلاقي معاها كمان جير، الجير لا يخلو من مشاكل اللثه. لكن مثلا لو بينزل دم من سنانه وكمان في رائحه كريهه، الرائحه الكريهه دي من الجير. الجير برضه ده عباره عن اكل وحصل له كالسيفيكيشن وترسب بقى قوي، بيلم رائحه وحشه جدا، ده اساسي. تمام. طيب احنا في اسئله جات لنا من الساده المشاهدين. اول سؤال بيقول انا عامل تقويم ودايما اسناني بتوجعني. هو مش دايما اسنانك بتوجع، يعني احنا نتكلم في بوينت معينه. التقويم انا لما بركب التقويم بحط سلك، السلك ده ليه سيكونس معين في استخدامه، بحط فورشز معينه، القوه اللي بتنزل على الاسنان دي حاجه جديده عليه. اول ما بحط سلك بيحصل ايه؟ شويه الم في الاسنان. الالم ده في الاول يعني؟ في الاول خالص. وحاجه كمان هقول لحضرتك حاجه، مريض التقويم هو المفروض اكتر مريض يعتني بنظافه الفم، لان البريسز نفسها ممكن تلم اكل. لذلك انا عندي في العياده اول حاجه بشدد عليها اقول له انا التقويم هعمل لك تقويم كويس جدا، انا المشكله عندك ان انت تغسل سنانك كويس، روتين مديهم روتين شديد جدا. يعني هو حاطط التقويم عادي بيغسل سنانه وفي فرشه تقويم وبعلمه ازاي يغسل سنانه وازاي يستخدم فرشه تقويم. فرشه التقويم دي بنستخدمها ما بين البريسز بحيث ان هي تشيل منها الاكل. طب هل برضو نفس معجون الاسنان العادي ولا برضو انت حضرتك اي معجون اسنان؟ معجون اي معجون اسنان. كل معجون اسنان كويس. لكن انا بركب، هو بس الوجع ده بيبقى في الاول مؤقت، هو مركب كمان البين ثريشولد بيختلف من مريض تاني. يعني مثلا انا قدرتي على تحمل الالم غيرك ممكن يكون قدرته على تحمل الالم بتاعته بسيطه شويه. في ناس تقول لي يعني مثلا ايه، احنا في الاول بنقول تاخد بنادول، المسكنات اصلا بتقلل من حركه الاسنان، فاحنا اللي مسموح بيه عندنا بنادول عشان الحركه تبقى سريعه شويه. طيب في ناس تقول لك لا ما خدتش خالص، لا انا الحمد لله ما عنديش الم. فئه قليله بس اللي تقول لك ايه انا اتألمت والالم تاخد له بنادول، دي بوينت. البوينت الثانيه لو هو مركب التقويم وعنده التهاب في اللثه،
طيب وهو مركب التقويم حصل له جنجفال هايبر بليشيا، يعني اللثه بتاعته كبرت، يبقى هو مهمل شويه، فمحتاجين ان احنا ايه ننظف جين ونمشي على علاج. ولو اللثه حجمها كبر زياده محتاجه جنجفيكتومي، ان انا بظبط اللثه اظبطها اشوف عندي مشكله اساسيه. يعني التقويم مش المشكله، انا عندي مشكله ثانيه هي اللي عامله لي الالم. تمام. هو التقويم بس عشان نوضح، بيعمل شويه ديسكمفورت في الاول، يعني مش الم، بيعمل شويه عدم ارتياح، لسه حاجه جديده زي اي حاجه جديده بتعملها. اي حاجه بنعملها جديده لا، لكن الم عندها في التقويم لا، هو شويه ديسكمفورت بس. تمام. في سؤال تاني، دايما بيجي لي التهاب في اللثه وتورم وبتغطي الضرس من كتر الورم، من كتر بتغطي الجنجيفال هايبر بليشيا، يعني اللي هي اللثه بتتضخم. طيب دي رقم واحد. الجير ليه ليفل، يعني مثلا في ناس تلاقي الجير باين من بره، في ناس الجير بيدخل تحت اللثه، دي محتاجه تنظف جير كويس جدا وتمشي على مثلا تمشي على مضمضه معينه. اسباب الجير دي يا دكتور، معلش بقى سؤال، ده الجير ده بيحصل لكل الناس، ده طبيعي من طبيعي. الاكل المفروض ان الناس اللي هي من الاكل والشرب وحتى الناس اللي تغسل سنانها بيجي لها جير، المفروض لما اروح لدكتور اسنان كل 6 شهور اعمل شيك اب وانظف جير. ده اساسي، عشان بعد كده ما اقولش ان انا ما بحبش دكتور السنين. انتوا بتجوش لا بصراحه النهارده، بعد النهارده كلنا هنحب دكتور السنين. مفيش حد بيجي دكتور اسنان غير لما بيكون خلاص، يعني مش بيجي في ليفل ولا، يعني بيجي في ليفل الوحش بقى، لا المشكله كبيره جدا، يجي وشه واري بيجي عنده مشكله كبيره. لا انا المفروض كل 6 شهور بنضف جير، ده اساسي. طيب نظفنا جير تمام. وننظف جير سب جنجفال، يعني من يعني هي حصل لها تضخم للثه على السنه بسبب ان الجير موجود على اللثه ونزل تحت اللثه، محتاجه تنظف جير كويس تمام. ثانيا الجزء اللي تضخم من اللثه ده حاجه من الاثنين، ده هيرجع لموضوع الطبيعي، لا اما هو هيحصل له جنجيفكتومي تجميل بس بالليزر. دي تتعالج بقى الاول، بتتعالج التورم ده يعالج الاول اللثه وبعدين يروح ينظف الجير. رقم واحد هي يعني هو الدكتور برضو هيحدد لها، لازم الدكتور يشوف هيحدد لها السبب الاساسي ايه. ان الستات اغلب مشاكلها هرمونات ونفسيه، مشاكل اللثه عندها. ده في ناس بتبقى الاسنان كويسه خالص واللثه كويسه جدا وتقول لك انا مش شده اسنان، مش طايق اسنان، لازم افضل العب فيها عند ما تجيب دم. ده بيبقى نفسيه، تغير في الهرمونات، تغير الهرمونات بيعمل شويه انتفاخ في اللثه، ده حاجه عاديه. فالستات اكتر ناس، يعني احنا هنتكلم على موضوع الحوامل، تقول لك ايه وانا حامل ده الضرس ده وقع لي، الضرس ده وقع لي، تغير الهرمونات في الحمل محتاج عنايه عاليه. فعلا الحوامل انت محتاج عنايه عاليه جدا، بحيث ان انت لازم تنضف جير كويس، لازم تغسلي سنانك كويس، بيبقى في تعب بتاع الحمل بيخليها تنسى نفسها في الموضوع ده. اساسي في وقوع السنان مش قله الكالسيوم بس او تواجده، ده فيه يعني في بيبرز معينه بتقول لك ملناش علاقه خالص، يعني وقوع السنان ده ملوش علاقه بالكالسيوم، ان انت طول ال9 شهور يعني هي فكرها كله بتاخد كالسيوم، ان انا انت لا بعيده عن ده عشان البيبي ولا مش عشانها خالص، هي بتاخد كالسيوم ليها وللبيبي لان اوريدي هي مصدر الغذاء للبيبي. تمام. يعني كل البيبي بياخد غذائه من الام، لكن هي المفروض ان هي تبقى حتى قبل الحمل ان هي بتاخد كالسيوم ولا ايه؟ لا ده يعني الجزء ده بعيد عن الدكتور النساء او التغذيه بتاعها. تمام. هو اللي يحدد لها ده. احنا بالنسبه لنا اللي بيوقع السنين ان هو تغيرات الهرمونيه مع وجود الجير بيأجريفيت، بيبوظ بزياده، يعني كان بيبوظ في الناس العاديه مره، هو بيبوظ عندها مراحل. فهي لا، الست الحامل تنظف جير وتغسل سنانها وتمشي على مضمضه وتعتني بسنانها، مفيش حاجه لها تقع. تمام. طيب في سؤال تاني معلش، واخر سؤال. اتفضل. ابني عنده 3 سنين ومش بياكل غير حلويات، ده ايه بيأثر على السنان بعد طبعا كده؟ طبعا بيأثر على السنان جدا، ممكن من دلوقتي الاقي عنده تسوس في اسنانه من 3 سنين. من 3 سنين. الاقي عنده، هي لما تقع ويبدل السنين، هيبدل ابتداء من 6 سنين. هيبدل مسوسه من 6 سنين. لا السنان دايما هتطلع غير الاسنان اللبنيه. طيب في حاجه، السنان لها وقت معين في الظهور في الفم. خلاص انا قربت. لا بيسالونا سؤال مهم جدا، التهاب الضرس العقل، التهاب اللثه اللي عند ضرس العقل. خلاص البريكورونايتس نتكلم عنه. طيب الحاجه الاساسيه بس نتكلم في الطفل، الطفل ما نستهونش باسنانه، الطفل يروح للدكتور من بدري. السنان الصغيره دي، السنان اللبنيه دي بتتحشي وبتعيش يا جماعه، يعني انا عندي السنان اللي تحت والسنان اللي فوق دي بتبدا من 6 ل7 سنين تظهر. في عندي حاجات اسمها بريمولرز اللي هي بتطلع مكان الضروس اللبنيه بتاعته، دي بتبدا تطلع مثلا من 11 ل 13 سنه ل 14 سنه. انا لازم كل ضرس احافظ عليه. يعني الاطفال بقى ازاي نتعامل معاهم؟ نتعامل بالاطفال ان انا مش عارفه اعمل له مانجمنت ان هو يمسك الفرشه ومعجون يغسل السنان، نعلمه واحده واحده. الشاش العادي اللي في الصيدليه، شاش عادي
تمام تمام. نجيب شاشه عاديه واللي فيها حوالين صباعنا الام، وبالراحه كده ان هي بتمسك الاسنان كلها تنظفها بالشاشه العاديه، بعد كده بالمعجون من غير معجون الاول. تمام. بعد كده بتجيب شاشه وتحط عليها معجون وتغسلها ويتمضمض كويس. نتجنب ان هو ايه، نتجنب ان هو اكل المعجون لان ده خطر كبير جدا عليهم، فلورايد لا ما هو في معجون للاطفال في نسب قليله من الفلورايد. تمام. ثانيا الطفل المفروض ان هو ما يغسلش اسنانه في الاول، يعني اسنانه وهو بيغسلها يكون الاب والام معاه في الاول يعرفوا كميه المعجون ازاي يغسل سنانه، في فرش صغيره ليه. تمام. طفلي اغسل له اسنانه ازاي؟ لا ده مش عارف يمسك الفرشه ومعجون، انا بجيب شاش عادي من الصيدليه، العاش الشاش الطبي ده عادي خالص، بنحط بننظف بيه اسنانه وبعد كده بنحط له معجون وبنغسل له اسنانه اساسي الصبح وبالليل. انا كده الباسيفايرز اللي هم بيناموا اللي هي البيبرونه بتاعه الطفل دي وهنام، بنحط له مثلا فيها بنحط له فيها اللبن، بنحط له عليه سكر، نحط له عصير، حط عليه سكر، بيمسكها وهو نايم يفضل نايم بيها الصبح، بص يلاقي كل الاسنان عنده مسوسه، خطر جدا جدا. المفروض في الوقت ده ان انا ببدا بالشاشه بالمعجون بنضف له سنين بعد ما بيشرب اللبن في البيبرون ما ينامش بالباسيفايرز دي فيها سكر. طب سكر على سنين لمده طويله بينام مثلا 8 ساعات، سكر في الاسنان مده طويله ده غلط. طب احنا بنشكرك جدا، وطبعا كلامنا عن الاسنان عايز حلقات وحلقات، وطبعا حضرتك هتكوني معانا ان شاء الله كذا حلقه ان احنا نتكلم عن الاسنان ان شاء الله. كان معانا النهارده دكتوره نوره رضوان كرم اخصائي تقويم وزراعه الاسنان جامعه المنصوره، بنشكر حضرتك جدا، نشكركم اعزائنا المشاهدين، اشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله موضوع جديد، مع السلامه.